السلام عليكم. القيم الجامعة والانقلاب والحرب، هذه اللافتة العامة تجلب الألم بمجرد القراءة الإجمالية لها، فكيف بالغوص في التفاصيل بالغة الحجم والتأثير؟ دمار القيم الجامعة جزء من الدمار اللامرئي الذي يطال الفرد والمجتمع في هذا البلد المعدب. الأخطر من ذلك أن هذا الدمار لا يمكن رؤيته وتقدير مخاطره وأضراره على مستوى اللحظة الراهنة، إنما تمتد تلك الآثار لتظل حاضرة في المستقبل أيضاً. النسيج الجديد من القيم الجامعة الذي بدأ بالنمو البطيء في السنوات الأخيرة من عمر الثورة والحوار كان أبرز قيمتين له، التعايش والحوار بما فيه القبول بالآخر، ولكنه ذهب أدراج الانقلاب. واللافت في الأمر أن الدمار الممنهج لتلك المشتركات العامة والقيم نتيجة لأسباب متفرعة من السبب الرئيس المتمثل بالانقلاب وفساده الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكذلك فساد التفكير والضمير بحسب متابعين، من مافيا النهب إلى السوق السوداء إلى انتهاكات غير مسبوقة في تاريخ البلد، منها ما حصل مؤخرا من اعتداء على أمهات المختطفين بأعقاب البنادق، إلى أثر الحرب والتدهور الاقتصادي على الروابط المجتمعية. مضاعفات اليوميات التي تلوح في وجوه اليمنيين ولمعة عيونهم، حتى الانخفاض في منسوب السكينة والتصالح والوئام أصبح متدنيا لمصلحة ارتفاع منسوب القلق والنبذ والكراهية. كل ما سبق لم يدفع ميليشيا الانقلاب للمراجعة والتفكير في معاناة الناس وفاقتهم، لكنها أظهرت استخفافا واحتقارا لمتاعبهم، فبينما يطالبون بمرتباتهم تطالبهم الميليشيا بالتبرع للمجهود الحربي أو الصبر. مشاهدينا الكرام، عن انهيار القيم الجامعة في زمن الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، والتي سيكون فيها ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. كما سينضم معنا آخرون عبر الهاتف. أستاذ محمد، ربما هذه من الحلقات التي تؤثر حقيقة في نفوسنا، حيث نتحدث عن سلوكيات لم تكن موجودة في اليمنيين وإنما أصبحت معاشة كواقع منذ عهد الانقلاب. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. تحضر صورة الاعتداء على أمهات المختطفين أمام مقر إقامة مبعوث الأمم المتحدة بصنعاء، لتؤكد غياب صوت الإنسان اليمني بمدنيته أمام صولة الأسلحة وصرخة حاملها. اعتدي عليهن في لحظة تواجدهن لمطالبة ولد الشيخ بسرعة الإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيا منذ أكثر من عام. إنها الحرب منذ ألقت بظلالها الثقيل على المجتمع حتى انهارت القيم الجامعة، وأصبح للفساد الذي تمارسه الميليشيا قانون الغلبة. حرب تركت آثارها البليغة على اليمنيين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وضعفت معدلات الجريمة والبطالة والعوز. تعثرت محاولة اليمنيين التي تخلقت في 11 من فبراير وشكلت أهم حالة إنعاش للقيم الجامعة بين اليمنيين تحت لافتة اليمن والشعب والمدنية والتعايش، مرورا بالحوار الوطني الذي مثل أهم لافتة جامعة تحت قيمة خالدة، ممثلة بالحوار التي شكلت مخرجاته توازنا واعيا لكل أطياف المجتمع. تفاءل اليمنيون في الخروج من بوابة الحوار إلى باب الدولة الحديثة، لكن المفاجأة الأليمة هي انتهاء الدولة بجيشها ومؤسساتها بقبضة جماعة لا تؤمن بالتغيير ولا بأحقية الشعوب بنيل حريتها. تلك القيم الجامعة تعرضت لضربات قاسية وتجريف حاد منذ تحركت عربة الديناميت لميليشيا الانقلاب، والتي بدأت بالتهجير والتفجير وانتهاء بإغراق بلد كبير كاليمن في مستنقع العنف والفوضى، وصولا إلى هذه اللحظة الراهنة التي يشهد فيها اليمنيون أسوأ حالة انهيار للقيم الجامعة كأخطر مخرجات للانقلاب والحرب. فإلى جوار تجار الحروب ثمة تجارة أخرى طفت على السطح، هي تجارة المعتقلين والمختطفين وتجارة السوق السوداء وتجارة الحرب. يتساءل اليمنيون كيف سيتم ترميم ما أتلفته الحرب في مدنهم وأرواحهم، وقبل هذا يتساءلون متى ستنتهي الحرب ويتوقف غول الميليشيا. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب من جديد بالأستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي. مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ محمد. لو بدأنا بالحديث عن انهيار القيم الجامعة في زمن الانقلاب، هل يمكننا أن نعد ذلك نتيجة لسبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. يعني في الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع
يعيد في الذاكرة السؤال الهام الذي طرحه أبو الأحرار الزبيري في وقت مبكر، وهو يتساءل عن الحالة المأساوية التي وصل إليها حال اليمنيين في ظل حكم الإمامة، ويقول: ماذا دهى قحطان في لحظاتهم بؤس، وفي كلماتهم آلام، جهل وأمراض وظلم فادح ومجاعة ومخافة وإمام. اختزل كل المأساة في بيتين من الشعر. عندما نتحدث عن دمار ممنهج في جانبين في اليمن، نتحدث عن جانب مرئي وجانب غير مرئي كما أشار إليه التقرير الجميل في قبل قليل. الخطير في الأمر ليس الدمار المرئي في البنية التحتية وفي القتل والتدمير والانتهاكات بشتى أنواعها وصنوفها، لكن الأخطر هو أيضا التدمير الممنهج غير المرئي لقيم المجتمع اليمني، و نسف كل القواسم المشتركة لليمنيين، قواسم العيش المشترك. الانقلاب في الحقيقة، وأنت تسأليني ما السبب عن هذا الدمار الذي يطال القيم التعايش في المجتمع، الانقلاب هو رأس جبل الثلج، وبينما الجذور هي الفكرة الإمامية، الإمامة بكل امتداداتها الفكرية وتاريخها السياسي، هي في الحقيقة نقيض الإنسانية. الإمامة كحكم وكثقافة وسلوك هي نقيض الحياة بشكل عام. وبالتالي عندما نعود إلى تاريخ الإمامة والصراعات المزمنة في ظل حكم الأئمة في اليمن، ثم نستعيد التفاصيل اللحظة الراهنة في اليمن، تحضر كل مشاهد الألم والدمار والتمزق و يعني والمآسي التي ظلت حاضرة في حياة اليمنيين وطيلة عقود من الزمن في ظل حكم الإمامة. اليوم عندما نتحدث عن الانقلاب وإفرازاته، يجب ألا يكون الحديث عن الإمامة وامتداداتها وتاريخها السياسي بمعزل عن الحديث عن هذا الوضع، ويجب أيضا أن يكون حاضرا قضية النضال ضد الإمامة وامتداداتها. يعني هل نفهم أن الفكر هو منتج للسلوك؟ الفكر الإمامي ينتج هذا السلوك؟ بالطبع. أولا، فكر قائم على مفاهيم عنصرية أساسا. عندما تبدأ الدائرة تضيق في المفهوم العنصري الإمامي حول، يعني أولا نسف مفهوم المساواة والطعن في العدالة الإلهية التي خلق عليها البشر، يعني أو على قيم الإسلام التي جاء بها في المساواة بين البشر، فيبدأ بدائرة أن العرب أفضل من غيرهم من البشر، ثم تضيق الدائرة أكثر ويبدأ بالحديث عن القرشية وأنها أفضل من بقية العرب، ثم تضيق الدائرة أكثر ويتحدث عن آل البيت أو مزعوم آل البيت، ثم تضيق أكثر الدائرة ويتحدث عن أهل الكساء، ثم تضيق أكثر الدائرة ويتحدث عن البطنين الحسن والحسين، ثم تضيق أكثر ويكون الحديث فقط عن الحسين وهكذا. فالمفاهيم العنصرية تضيق حول نفسها وتضيق الخناق أيضا على الناس وعلى البشرية وعلى المجتمعات، ويعيش الناس في ظل هذه المفاهيم العنصرية حالة من الفرز الطبقي المخيف، تنتهي أو تتلاشى القيم المشتركة، قيم التعايش المشترك بين الناس وبين مختلف شركاء في المجتمع الواحد باختلاف تياراتهم. يعني يتم اختزال التنوع الثقافي والفكري والسياسي في إطار مفاهيم عنصرية حادة تقوم على أساس متخلف جدا، وهو أنه من ليس ينتمي إلى هذه الطبقة السلالية فهو خصم وعدو وكافر، بل وصل الأمر بالفعل إلى حد التكفير كما تحكي أو كما تؤكد هذا أو كما يجسده كتبهم وتاريخهم. هم في الحقيقة اليوم عندما نشاهد كل هذه المأساة في اليمن، هو تطبيق واقعي لموروثهم الفكري لكتبهم بما فيها الهوامش وزيادة.
نعم، إذا دعنا يعني تنضم معنا عبر الهاتف أيضا الأخت أم عبد الرحمن قريبة أحد المختطفين. مساء الخير عليك أم عبد الرحمن. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أم عبد الرحمن، حدثينا بداية عن تفاصيل الاعتداء الذي حصل لأمهات المختطفين أمام مكتب الأمم المتحدة. نعم، نحن أعلمنا عن الوقفة. نعم. وعن الرسالة التي كنا سنبعثها للمبعوث الأممي ولد الشيخ، ففوجئنا قبل وصولنا بلحظات، يعني احنا نزلنا من الباص وقد كان في من الأخوات من سبقنا إلى هناك. نعم. ففوجئنا هناك بأعداد هائلة، وحتى أن بعض الأشخاص نقلوا أن ولد الشيخ محاصر هناك في بعض وسائل الإعلام، ولكن هو ليس محاصر. الهدف من تلك المجامع كان لقمع الوقفة التي سنقوم بها. كانت مجامع مسلحة؟ نعم، مجامع مسلحة ورشاشات، وكانوا في حالة هستيريا، حتى أنهم كانوا دخلوا بين النساء دون أي مراعاة لأي أخلاق أو أي عرف. نعم. دخلوا بيننا، أخذوا التلفونات، ضربوا بعض النساء، تعرضنا للضرب بعقاب البنادق بالأيادي، بعضهم يعني رأيت إحداهم سقطت على الأرض. كان يعني موقف فظيع جدا من قبلهم. نعم. لم نكن نتوقع أن أخلاقهم وصلت إلى هذا الحد. نعم، كانت الوقفة هي فقط يعني لأجل لقاء ولد الشيخ؟ الوقفة كانت تخص بالمعتقلين، نعم، لأجل لقاء ولد الشيخ. نحن لا نهتم برواتب ولا نهتم بشيء، بعضهم ظن أننا أصحاب رواتب، نحن لا نريد منهم الرواتب، نريد المعتقلين أن يخرجوا بسلام، هم نعم. الآن يموتوا جوع داخل سجونهم. نعم، هل تم اللقاء بعد ذلك أخت أم عبد الرحمن؟ اليوم التقت به عدد من الأخوات في الرابطة. نعم. ونقلنا له القضية، عسى أن يضغط عليهم أو حتى أن يعقلوهم أن قضية المعتقلين ليست في صالحهم. طيب، يعني رسائل كثيرة، ولكن نتمنى هذه المرة أن يكون ملف المختطفين هو الأولى، لأنها هي القضية الإنسانية. نعم، أخت أم عبد الرحمن، يعني هل أيضا حدثتم عن ما يحدث لكم من تعسف؟ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء عليكم في الوقفات، حصل قبل ذلك في يعني مكتب النيابة العامة. هل تحدثتم عن أن هناك أيضا ضغوط عليكم كأمهات تبحثن عن أبنائهن؟ نعم، تحدثنا له وكلمناه عن ما يحصل لنا من وقفات، وعن ما يحصل لنا من تهديدات بشأن المختطفين. في كل وقفة يقومون بتهديد أحد المعتقلين بتهديده أو بتهديد زوجته أو قريبته بأنهم سيخطونه. نعم، هل تم تسليم ذهبت إلى الوقفات؟ نعم، هل تم تسليم كشوفات بأعداد المختطفين؟ نعم، ولكنها يعني هذه الأرقام التي في الكشوفات هي إحصائيات موجودة لدى الرابطة، ولكن هناك مخفيين كثيرين ومن مناطق. نعم. مختلفة ومن محافظات لا نعرف عنها شيء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أخت أم عبد الرحمن قريبة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ محمد، نحن نتحدث عن انهيار هذه القيم، ربما أبرزها الاعتداء على أمهات المختطفين. هذه ليست المرة الأولى في سجل الميليشيا، هناك اعتداء كما تفضلت الأخت أم عبد الرحمن، إحداهن سقطت، وهناك اعتداء بأعقاب البنادق. ما الذي يحمله هذا الأمر بالمؤشر؟ يعني أولا في الحقيقة هؤلاء الأمهات يستحقن الشكر والتقدير والتحية لنضالهن وشجاعتهن في الوقوف في وجه غطرسة هذه الميليشيات، والمطالبة بحق يعني على الأقل تحسين ظروف الاحتجاز للمختطفين لذويهن المختطفين في سجون هذه الميليشيات. وإن كان في الحقيقة الأصل أن يطلق سراحهم، لأن هذه الجهات أو هذه الميليشيات ليست جهة ضبط قضائي، و
هم مجرد خاطفين وقطاع طرق وليس لهم أي صفة قانونية تحق لهم أو يعني تجيز لهم اختطاف الناس وقمعهم بهذه الطريقة. المسألة الثانية، يجب الإشارة أيضا إلى أنه عندما تقوم هذه الميليشيات بقمع الأمهات أثناء الاحتجاجات أو الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع ذويهن المختطفين في السجون، فهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أولا حالة الخوف والقلق والرعب التي تعيشها هذه الميليشيات في نفسها، وبالتالي تحاول الهروب إلى الأمام بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في محاولة يعني الشعور بالأمان، نوع من الأمان، لأنه الوضع لم يعد يحتمل وهم يخافون في أي لحظة أن ينفجر الوضع وتخرج الأمور عن سيطرتهم، وبالتالي يلجؤون إلى القمع بهذه الطريقة وإلى تكميم الأفواه. منذ اللحظة الأولى يعني هم لم يكونوا يعني يأبهون لأي تحرك سلمي أو قانوني إزاء الفعاليات أو التجمعات السلمية لأهالي الضحايا أو المطالبين بالحقوق. يعني منذ اللحظة الأولى لسيطرتهم على مقاليد الأمور في صنعاء كان هناك تخرج بعض المظاهرات للمطالبة بإخراج الميليشيات من مؤسسات الدولة ومن المدن، وكان يتم قمعها بوحشية مفرطة، وبالتالي من هذه اللحظة انطلقت شرارة المقاومة الشعبية. ولذلك من حسن حظ اليمنيين أولا أنه انكشف مشروع الميليشيات الانقلابية في اليمن بشكل واضح، أنه مشروع عنصري طائفي قمعي يسحق الكرامة الإنسانية ويستهتر بحياة اليمنيين وبحقوقهم وبحرياتهم إلى درجة يعني منقطعة النظير. وفي نفس الوقت من حسن حظ اليمنيين أيضا أن انطلقت مقاومة شعبية سلمية في حق الدفاع المشروع عن النفس وحق استعادة الدولة المختطفة المنهوبة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبالتالي عندما نتحدث عن قمع اليوم لأمهات المختطفين بحضرة أيضا أو أمام مقر المبعوث الأممي للأمم المتحدة، فهو يؤكد مرة أخرى أو يمنحون دليلا إضافيا على مدى همجية هذه الميليشيات وعدم اكتراثها أساسا حتى لقيم الدبلوماسية أو على الأقل الاحترام لوجود مبعوث أممي في زيارة لقيادات هذه الميليشيات. أنا في الحقيقة تابعت خطاب ولد الشيخ أيضا وهو يشير إلى لقائه بأمهات المختطفين وتحدث عن استحياء أيضا للمطالبة بإطلاق سراحهم، لكنه كل هذه الأحاديث والمطالبات عندما يتعلق الأمر بمطالبات للضغط على الميليشيات تأتي في سياق خجول جدا من المبعوث الأممي، وبالتالي يعني هذا يجعل اليمنيين أكثر تمسكا بحقوقهم وبمواقفهم النضالية ضد هذه الميليشيات. هل تجد أن يعني لقاء أمهات المختطفين بولد الشيخ يعد انتصارا مدنيا لهن؟ يعني أو إيصال رسالتهم لنقول ليس اللقاء فقط. هو خطوة جيدة، لكن يجب ألا يكون منتهى آمال اليمنيين هو مقابلة ولد الشيخ. يعني نعرف بوضوح أن المبعوث الأممي السابق أيضا كان له دور في وضع خارطة طريق الميليشيات للوصول إلى صنعاء والاستيلاء على مؤسسة الدولة، وبالتالي خلق وصناعة كل هذه الفوضى والدمار وللأسف الشديد. لكن مع ذلك يجب ألا تكل أمهات المختطفين ومعها كل المنظمات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان واليمنيين بشكل عام ألا يكلوا ولا يملوا في المضي قدما في كشف همجية هذه الميليشيات الطائفية القمعية المتوحشة، وفي نفس الوقت يعني فضحها أمام الآليات الدولية والمنظمات الحقوقية بشكل عام. وبالتالي هي خطوة جيدة لكن لا تكون هي نهاية المطاف ولا يعول عليها كثيرا، وإنما هي محاولة لوضع هذه الهيئات أو المبعوث الأممي وغيره من الهيئات التابعة للأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تطال اليمنيين. نعم، إذن أستاذ محمد، يعني إذا ما بدأنا بالحديث عن أبرز الظواهر التي تخلخلت في قيم المجتمع والتي يمكن قراءتها في اللحظة الراهنة، ما هي لو تحدثنا عنها؟ يعني أولا محاولة فرز المجتمع إلى يعني كما أشرت في بداية الحديث بناء على مفاهيم متخلفة عنصرية، فرز المجتمع إلى
يعني آل البيت وغير آل البيت، ثم في إطار أيضا الميليشيات نفسها تقسم أتباعها وأنصارها إلى قناديل وزنابيل، وهناك دلائل وممارسات وسلوك واضح في التعامل مع الزنابيل والقناديل كما يطلقون عليهم، حتى في صفوفهم الذين يقضون نحبهم في الدفاع أو الاستماتة في الدفاع عن هذا المشروع العنصري المتخلف. بالإضافة إلى ذلك أيضا الآن عندما نشهد حالة من الجوع المخيف في المجتمع، تضرب في المجتمع اليمني، تنم أيضا هي مؤشر على مدى استهتار هذه الميليشيات بكرامة الناس وبحقوقهم وبحياتهم. يعني نتذكر اللحظة التي خرج فيها زعيم الحوثيين على وسائل الإعلام ويتحدث عن الشعب العظيم الذي يريد أن يذهب لإنقاذه من الجرعة، وعن المعاناة وعن الفساد، وعن ثم اليوم يعني نستعيد الصورة السابقة والوضع الحالي اليوم عن هذا الحجم الهائل من الدمار، أولا في حياة الناس وبشكل خاص أيضا حتى في مسألة الحقوق الأساسية للمجتمع، وفي حالة تفشي الفقر والفساد، بالمقابل حالة النهب الممنهج والسرقة لهذه الميليشيات لمقدرات اليمنيين ولأموالهم، والاستمرار أيضا في استغفال الشعب في البحث عن تبرعات وتكديس أموال اليمنيين واتهام كل من يطلب براتبه بأنه نعم، كما أشارت الأخت قبل قليل إلى أنه يعني القمع كان خوفاً من أي أن يكون مطالبات بالراتب. نعم، للمطالبة بالراتب. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضاً عبر الهاتف الكاتب والباحث سليم العولقي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ سليم. مساء الخير، أهلا بك معنا أستاذ سليم. يعني كونك باحث في الشأن السياسي والاجتماعي، حدثنا عن الدمار الذي لحق بالقيم المجتمعية بسبب الانقلاب والحرب. أولا لا يمكن أن نفهم طبيعة الانقلاب الذي تم في 2014 على الشرعية اليمنية إلا من خلال السياق التاريخي اليمني أساسا. من خلال الانقلاب وأيديولوجية الخاصة بالعنصرية السلالية، تم استدعاء كل القيم التي سار عليها الشعب اليمني في 1962، وللأسف فإن هذه القيم لم تنتهي تماما في 1962 بسبب تداخلات سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة. طوال حكم المخلوع علي عبد الله صالح للأسف الشديد تم إحلال ما يسمى بالمناطقية لكي تحل محل السلالية العنصرية. نعم. وبالتالي عندما جاء الحوثيون قاموا على بالبناء على هذه على هذه المناطقية، وقاموا خلال سنتين تقريبا من عمر الانقلاب بتجريف الوظيفة العامة تحديدا وإحلال ما يسمون بآل البيت محل الكفاءات والكوادر اليمنية. لقد تم استنزاف الكثير من العقول والكفاءات اليمنية المتعلمة خلال سنتين عن طريق الهجرة أو الخروج خارج اليمن، والإحلال بدلا منهم عن طريق ما يسمون بآل البيت. هذه تأثيرات بعيدة المدى في بنية المجتمع اليمني وقيمه، حيث يتم إحلال ما يسمى ب الحق الإلهي المقدس كما يدعون بدلا من الكفاءة الشخصية والفردية. ولا يمكن أبدا أن نستطيع أن نتحمل هكذا نوع من الأفكار، خصوصا في القرن 21 واستدعائها في مجتمعات معاصرة تغلب الكفاءة والشخصية الفردية مقابل ما يسمى بالعنصرية السلالية والعائلة والحق المقدس. نعم، إذن أستاذ سليم، يعني ماذا عن العملية السياسية السلمية كقيمة حافظة للسلم السياسي والاجتماعي والتي تم الانقلاب عليها يعني عملية مسلحة؟ دعونا نتذكر أن الانقلاب الحوثي لم يقم أساسا على حكومة شرعية يمنية، بل قام الانقلاب على نتائج ومخرجات الحوار الوطني، وهو أول حوار وطني جامع في اليمن اتفق عليها اليمنيون وعلى قيم العدالة والمساواة والدولة المدنية. كما أنه تم الانقلاب أساسا على ثورة 2011 الشعبية، والتي لأول مرة تقريبا طرحت في المجتمع اليمني الكثير من القيم والأخلاق المدنية والتصور للعيش المشترك بين اليمنيين. كان لأول مرة في 2011 أعتقد صار اليمنيون
يتحدثون ويجاهرون برغبتهم بحكومة مدنية، بدولة مدنية تحفظ حقوقهم المتساوية أمام القانون بدون وساطة القبيلة أو المنطقة أو السلالة أو العائلة. نعم أستاذ سليم، يعني فيما يتعلق بالقيم المجتمعية، ما أبرز تلك القيم برأيك التي تم أو التي تعرضت للدمار بسبب الانقلاب والحرب؟ أخطر ما طرحته الجماعة الحوثية والفكر الهاشمي السياسي، دعونا نقول أبرز ما طرحته، هو أن ثمة فئة أو جماعة من المجتمع تدعي أنها، دعونا نضعها بين قوسين، أنها ليست يمنية بما فيها الكفاية، وتضع هذا الشرط أو هذا العنصر كأساس لتميزها وتفردها وبالتالي استئثارها بالسلطة والثروة في المجتمع. التميز هذا يتغلغل في داخل المجتمع كاملا ويعزل هذه الفئة للأسف الشديد. حتى الحوثيين لا يفهمون تماما أنهم يعزلون أنفسهم في المجتمع اليمني ولعشرات السنوات القادمة، لقد وضعوا نفسهم بالضد من كل القيم الاجتماعية. والتفكيك للأسف طال كل العائلات والفئات الاجتماعية المتداخلة، والتي حاولت طوال 50 سنة وأكثر من الثورة اليمنية في 62 حاولت أن تتناسى هذا الإرث الثقيل في المجتمع اليمني، وهو تمايز فئات من ما يسمى كما يسمون أنفسهم آل البيت عن اليمنيين العوام أو الجمهور أو ما شابه، وأن هذه الفئة لديها قدر من المعرفة والقداسة الإلهية والنقاء العرقي، مما يجعلها وحدها المخولة بالاستئثار بالسلطة. نعم، إذن أستاذ سليم العلاقي الباحث والكاتب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ محمد، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني الفساد الذي تمارسه الميليشيا وتأثيره على المجتمع أين يتركز من وجهة نظرك، خاصة يعني ونحن نسمع بعض أو نقرأ في صفحات الفيسبوك، هناك من يقول السيد عبد الملك لا يعلم بهذا الفساد، ما هو رأي السيد عبد الملك في الفساد الذي يقوم به وكأنه بعيدا تماما عن ما يحدث من فساد لجماعته وللرؤوس الكبيرة بالذات؟ يعني هذا جزء أيضا من محاولة إضفاء نوع من القداسة أو حماية هذه القداسة المزعومة على شخص، يعني القائد لهذه المجموعة أو هذا الكيان السلالي. أنا في الحقيقة أعجبني طرح الأخ سليم ووضع النقاط على الحروف كما يقال في مسألة يعني ما يتعلق بطريقة تفكير هذه الميليشيات المسلحة وتعاملها مع المجتمع اليمني. يعني دعيني أقول لك في الحقيقة والمشاهدين الأعزاء أنه فساد الضمير وفساد التفكير وفساد الثقافة التي تستند إليها هذه الميليشيات السلالية يعني هو المحرك الرئيسي لسلوكها الممنهج على أرض الواقع، وهذا السلوك الممنهج الذي يتجلى في عدة مناحي في الحياة عن طريق الإفساد. يعني فهم أولا العبث بالهوية الوطنية الجامعة للمجتمع اليمني بكل طوائفه، يعمدون إلى العبث بالهوية الوطنية ومحاولة خلق تغييرات في عمق المجتمع، سواء من ناحية الفرز كما أشرت سابقا على أسس سلالية أو مناطقية وجهوية، أو أيضا من خلال محاولة العبث بالثقافة الوطنية ومحاولة خلق أو إيجاد ثقافات دخيلة على المجتمع اليمني وعلى هويته الوطنية، بل هناك أيضا محاولة للعبث حتى بالديموغرافية السكانية. اليوم صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات أصبحت شبه مغلقة على هذه الميليشيات وعلى سلوكها وعلى طريقة تفكيرها وإدارتها، سواء في المستوى الديني والمساجد وملاحقة أئمة المساجد والخطباء وفرض خطاب ديني أحادي إجباري لا يمكن أحد الخروج عن المسألة الثانية، أيضا إعادة توزيع قطع الأراضي التابعة للدولة في الحزام الجغرافي المحيط بالعاصمة لأنصار الجماعة وللمنتمين لنفس السلالة، وبالتالي هناك عبث ديموغرافي واضح، أو من خلال أيضا العبث بالخارطة العسكرية والأمنية في المؤسسات الجيش
من خلال الزج بمجاميعهم المسلحة في المؤسسة العسكرية أو حتى في وظائف الدولة المدنية أو حتى في أجهزة الاستخبارات، وبالتالي هناك عبث ممنهج في كل ما يتصل بحياة اليمنيين وبالدولة اليمنية. نحن أمام حالة كارثية بكل ما تعني الكلمة. يجب أن يكون واضح لدى اليمنيين كل هذه السلوك وكل هذه الممارسات، وأن يكون الجميع على يقظة، وأن المسألة ليست فقط مجرد صراع سياسي على السلطة. هذه الميليشيات تمتد أياديهم الآثمة حتى إلى قلب المجتمع، إلى بنيته، إلى ثقافته، إلى يعني حتى تدينه، يعني أو مظاهر تدينه، إلى تعايشه السلمي، إلى ثقافته، إلى هويته الوطنية. هناك حالة عبث غير عادية يشهدها المجتمع اليمني، حتى أيضا في أخلاق المجتمع القبلي المعروف. يعني عندما يتم الاعتداء على أمهات المختطفين اليوم، وفي وقت سابق أيضا تم الاعتداء بشكل مستمر أمهات المختطفين عندما تحرق إحداهن المقرمة أمام هؤلاء الناس وتقول لهم طيب ادوا لنا أولادنا، اخرجوا أولادنا، قدموهم على الأقل للقضاء بأيديكم إذا كنتم تعتقدون أنفسكم سلطة أمر واقع، ويعني وسلطة على الأقل احترموا قوانين كسلطة، ومع ذلك يتم الاعتداء عليهم مرة بعد أخرى. أيضا اعتداء على السجناء، لك أن تتخيلي أنه في بعض المرات يتم الاعتداء على السجناء بحضرة أقاربهم أثناء الزيارات، يعني إمعانا في إهانة السجين، وفي نفس الوقت في إهانة أسرته وإلحاق الأذى النفسي بأسرته عندما تشاهد الأم أو الأب ابنهم يتعرض للركل والضرب والإهانة. صحيح. على يد السجان خلف القضبان، يعني هي محاولة لسحق الكرامة الإنسانية وإمعان في إهانة اليمنيين. كما أشار الأخ بالفعل أن هؤلاء أصلا يعتقدون أنهم من جنس سلالي نقي ومختلف، ولكن يعني هو عجبني أيضا التوصيف الذي يقول يعني يدعون بأنهم ليسوا يمنيين بالكامل ويريدون أنهم بالفعل، يعني بدليل أيضا أنهم حتى شعاراتهم منذ وقت مبكر كانوا يرفعونها على استحياء، شعارات دخيلة على المجتمع اليمني ولا يتقبلها اليمنيون ولا تعني اليمنيين بأي شكل من الأشكال، كانوا من قبل يرفعونها على استحياء، سواء صور الخميني أو حزب الله أو زعامات يعني في خارج اليمن ليس لليمنيين أي علاقة بهذه الصراعات وهذه المشاريع. اليوم يجاهرون بها علنا، وتنتشر صور هؤلاء الطائفيون وهؤلاء الإرهابيون في شوارع صنعاء بشكل علني، ويستميتون أيضا حتى في الدفاع عن بشار الأسد أو عن حسن نصر الله مع كل هذه الجرائم التي ارتكبت في حق يعني الشعوب هناك. يعني إذا هناك محاولة يعني مستمرة ل يعني الإيذاء الضمير المجتمعي اليمني وإمعان في إهانته وفي سحق كرامة اليمنيين من خلال هذه الممارسات المستمرة التي تطال سواء المختطفين في السجون أو حياة الناس ومعيشتهم وكل ما يمت إلى حياتهم وحقوقهم بصلة. نعم، هناك أيضا ما في السوق السوداء، غسيل الأموال، الاتجار بقوة الناس، هناك أيضا المبالغ المهولة التي تطلب لأجل الإفراج عن بعض السجناء تصل إلى 1 مليون، 2 مليون، 3 مليون، وكلما كان الشخص ذو مكانة أو أهمية مجتمعية زاد المبلغ. أين تبرز مثل هذه الأثار السلبية على القيم المجتمعية والتي ربما تحمل دمارا لا مرئيا في المستقبل؟ يعني هذه أيضا واحدة من الظواهر التي أصبحت واضحة في حياة اليمنيين. يعني قبل أن أدخل إلى الاستوديو كنت أقرأ منشور لأحد المحسوبين على جماعة الحوثيين من إعلامي جماعة الحوثيين، وهو يتحدث عن دكتور عن مقايضات لإطلاق سراح معتقلين. طبعا هذه الأحيان هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذه الوقائع هم يحاولون إنكارها، يعني من خلال أدواتهم الناعمة في الإعلام وفي المنظمات الحقوقية، وأحيانا تضليل الرأي العام حول هذه، وأحيانا يتم التغاضي أيضا حتى عن هذه الممارسات والسلوكيات. ولكن من الواضح أنه اليمن أصبح كله عبارة عن سوق سوداء. يعني هم لا يقتصرون فقط على مسألة التسلط على رقاب الناس بالقوة والعنف والقمع، ولكن أيضا يعتقدون أنهم أولى وأحق بالمال وبالثروة من غيرهم، ويستكثرون على اليمنيين يعني مجرد الحقوق الأساسية سواء في العيش في الحياة
كحق أساسي أصيل أو في الحرية، وبالتالي أصبحوا يتاجرون بحريات الناس المختطفين مقابل الحصول على أموال مقايضة عليها، وأحيانا يتم استلام مبالغ مالية من أهالي المختطفين صحيح. ومع ذلك لا يطلق سراحهم. إذن هذه واحدة من الصور المخيفة المرعبة لسلوك ميليشيات الحوثيين الانقلابيين وعكفتهم في اليمن في التعامل مع المجتمع اليمني ومع مآسي اليمنيين، على ما في اليمنيين من شظف العيش في ظل سلطتهم القمعية وحالة نعم. التجويع. هذه حالة التجويع أستاذ محمد، يعني أكثر من شهرين بعض الموظفين لم يستلموا رواتبهم، هناك بعضهم إلى 3 أشهر وبعضهم إلى 5 أشهر، طبعا ناهيك عن الذين قطعت رواتبهم منذ الانقلاب الذين لم يعجبوا الميليشيا وقطعت رواتبهم وقامت بفصلهم. حالة يعني نعلم أن اليمني راتبه ضئيل جدا، ولكنه ربما الدينامو الوحيد المحرك يعني لهذه الأسرة التي تتكون من 7-8 أفراد أحيانا. بهذا التجويع المفروض على اليمنيين، سياسة التبرع للبنك، ويعني نسمع قصصا كثيرة من أهالينا هناك في صنعاء كيف أن هناك من يطرق عليهم الباب ويقول كم عددكم، إذن على كل شخص منكم 1000 ريال يدفع تبرعا للبنك. مثل هذه الأمور كيف تجعل اليمني يشعر بفقدان الكثير من الروابط التي كانت ربما تحيط به، روابط مجتمعية، لم يعد أحد يواسي أحد، كل شخص بدأ يفكر بحاله، هو المؤجر يبحث عن إيجاره، من الموظف الذي لم يستلم راتبه، دائرة يعني متصلة من المعاناة. نعم. صحيح، والمأساة يعني خلقتها هذه الميليشيات بشكل متعمد وبسلوك منهج. أولا منذ الحروب التي دارتها هذه الميليشيات في صعدة ضد الدولة، حروب التمرد، كنا نشهد سلوكيات معينة وفي سياق يعني ربما لم يتضح للرأي العام، يعني عندما كانوا يعمدون إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ومحاولة الانتقام والثأر من القبائل والأشخاص الذين كانوا يقفون مع الدولة في مواجهة التمرد، ثم بعد ذلك انتقل هذا السلوك الممنهج على المجتمع اليمني بشكل عام، وبالتالي محاولة عزل مجموعة من الناس يعني والاستفراد بمجموعة أخرى للانتقام منهم وسحق كرامتهم، وبالتالي ثم الانتقال، وهكذا حتى أصبح اليمنيون كلهم اليوم مسهم الضر وأصبحوا ضحايا لهذه الميليشيات. أما مسألة التجويع والحصار، دائما يتحدث الميليشيات اليوم عن حصار التحالف العربي، ونحن نشهد كل يوم دخول المواد وتجارة مستمرة إلى اليمن والاستيراد خصوصا من ميناء الحديدة، بالمناسبة يعني الميناء الوحيد الواقع تحت سيطرتهم والذي حولوا إليه كل تجارتهم، يعني دخول المواد الأساسية بشكل يومي ولم تنقطع لحظة، وهناك يعني ولكن الحصار الحقيقي هو حصار داخلي واضح فرضته هذه الميليشيات على المجتمع اليمني. في الحقيقة كان الحصار على مدينة تعز هو نموذج للحصار الحقيقي الذي نعم. تم تعميمه اليوم على كل المدن اليمنية وعلى كل المجتمعات سأعود إليك أستاذ محمد عند هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ معن دماج، مدرس مادة الفلسفة في جامعة صنعاء، عبر الهاتف من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ معن. الانقلاب أو ما أسميته أنت بالجائحة، هل كانت التصورات الذهنية والسلوك أيضا سبب لهذا الانهيار اللامرئي؟ هو بالتأكيد كانت تصورات الانقلاب أنهم سوف يستطيعون إخضاع البلاد في فترة أقصر، وطبعا كان لدى التحالف الانقلابي صالح الحوثي الرغبة في الاستئثار بكل الموارد والثروة الاجتماعية والوظيفة العامة، وحتى في ظل الحرب وفي ظل ميزان الحرب الذي بدأ يميل لمصلحة القوات الشرعية والمقاومة، رأينا ذلك الاستكلاب والاستئثار الهائل بالوظيفة العامة، عشرات القرارات ومئات القرارات التي أريد من خلالها الاستيلاء على كل المفاصل الأساسية للإدارة أو للوظيفة العامة،
اقتصاد الحرب الذي تكون على هامش معاناة اليمنيين، الاتجار بالبترول وبالطاقة، الاستيلاء المباشر على ممتلكات بعض المعارضين وبعض الأثرياء والتجار والمشايخ المحسوبين على الأطراف الأخرى. وبالتالي كانت من البداية معالم التدمير الاقتصادي، لأن هذه السياسة في الأخير حتى قبل الحرب كانت ستفضي إلى انهيارات اقتصادية أكيدة، بالذات في بلد يعتمد على اقتصاد ريعي ويعتمد إلى حد كبير على المساعدات وعلى ثمن البترول الذي هو في انهيار. وبالتالي تم تجريف كل الإمكانيات الاقتصادية ومحاولة إنتاج وإعادة إنتاج اقتصاد ينتمي للعصور الوسطى، تتم فيه الاستئثار بالثروة كلها من قبل فئة محدودة، ونحن نرى معالم ذلك كل يوم. نعم، إذن أستاذ معن، يعني لو تحدثنا عن تحلل القيم المجتمعية في زمن الانقلاب، إلى ما يعود هذا التحلل من وجهة نظرك؟ والله التفكك الأخلاقي وعلامات وظهور ممارسات النهب والفساد وأمر طبيعي مع الانهيار الاقتصادي ومع الجرائم المرتكبة ومع انتشار القتل والقتال في كل مكان. يعني أنا أتصور أنه التفكك الأخلاقي الموجود والملاحظ هو يعني تابع وتحصيل حاصل للانهيار السياسي والاقتصادي، عندما يجعل الناس يضطرون أن يمارسون ممارسات في الظروف العادية لا يسلكونها، هذا أمر طبيعي. لكن بالمقابل مثل ما تظهر مثل هذه الظروف أسوأ ما في المجتمعات، عندما يندفع الناس تحت وطأة الحاجة والجوع لممارسات يرفضونها في الأوضاع الطبيعية، نفس الظروف تظهر أفضل ما لدى الناس. أنا أتصور أنه كما نلاحظ انهيار أخلاقي وتفكك وممارسات لا أخلاقية، نلاحظ بالمقابل ظهور علامة التكافل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتعاون، وهذا نعم. أمر أنا أتصور أنه طبيعي في كل المجتمعات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج، مدرس مادة الفلسفة في جامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة أخيرة لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف يمكن لليمنيين أن يحافظوا على روابطهم المجتمعية، على قيمهم التي يعني عرفوا بها في ظل كل هذا الفساد والسوء والسواد إن صح لي القول؟ يعني في الحقيقة كما أشار أيضا الأخ معن إلى أنه رغم كل هذه المآسي والمعاناة والتفكك ومحاولة العبث والتجريف الذي تمارسه ميليشيات الانقلاب ضد النسيج الاجتماعي في اليمن، لكن مع ذلك هناك حالة من التعاون والتكافل الاجتماعي وظواهر، وإن كان بقدر يعني إلى حد ما بقدر الإمكانيات المتاحة. لا ننسى أيضا أنه حتى مسألة يعني التعاون والأعمال الإغاثية والإنسانية والتكافل الاجتماعي عمدت هذه الميليشيات إلى محاولة الحرب، شن الحرب عليها والتضييق عليها. حتى مسألة العمل الإغاثي لا يمكن أن يمارس أي عمل إغاثي أو إنساني إلا تحت نظر هذه الميليشيات وإشرافها، وبالتقاسم معها يعني تحاول أن تنتزع حتى اللقمة من أفواه الجوعى والمظلومين والمطحونين بسياستها. إذن هناك يعني إلى حد ما يعني ظواهر لمقاومة طغيان هذه الميليشيات. يجب أن يستمر اليمنيون بحكمتهم، بصبرهم، بقوة إرادتهم، بنضالهم الجميل والنبيل في مقاومة هذه الميليشيات، ليس فقط بالسلاح وبالنضال المسلح، ولكن أيضا بالصبر والتكاتف والتعاون وإشاعة الحب والسلام فيما بين اليمنيين بشكل عام، في مقاومة هذا الكيان الذي أبى إلا أن يكون دخيلا على المجتمع اليمني وعدوا لدودا لليمن ولقيم اليمنيين وأخلاقهم وللهوية اليمنية الجامعة. إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، الناشط الحقوقي، كنت معنا في هذا المساء اليمني. أشكر لمتابعتكم أيضا مشاهدينا الكرام، لأن نلتقيكم في حلقة قادمة. كونوا برعاية الله وأمنه.